تقدر تبعت البرنامج بتاع حضرتك بكره، هيلاقيهم شغالين ان شاء الله باذن الله على الطريق لحد ما يخلصوه ينقلوا على الطريق الثاني داخل القرى. المعدات يا فندم سياده الوزير، قول لنا المعدات دي اللي احنا تقريبا اول مره نشوفها هنا، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كل معده رئيسيه منهم، المعده اللي اسمها الاول الاف دي ار الفول ديبث ريكليمينيشن، دي معده اعاده تدوير طبقات الاسفلت بكامل العمق، الفول ديبث بكامل العمق. بكامل العمق يعني بتاخد الاسفلت كله مع طبقه الاساس تفرمهم مع بعض وترجعهم تاني طبقه اساس، مش بقى بترجعهم طبقه اسفلت قويه، اساس قويه، نرجع تاني نحط عليهم طبقه اسفلت سطحيه، يبقى اصبح عندنا الطريق قوي جدا. بنلجا لده لما يكون طبقه الاساس او الطريق نفسه ضعيف وبقى فيه تموجات وبقى فيه عيوب في طبقه الاساس وطبقه السطحيه. ولكن لما بنلاقي الطريق فيه شروخ في كل الاتجاهات، وده كان ظاهر جدا في طريق الاقصر هنا الشرقي على الصحراوي، بنلاقي فيه شروخ في كل الاتجاهات، بتيجي مكنه اسمها السي اي ار كولد ان بليس ريبليسمنت، اللي هو احلال طبقه الاسفلت السطحيه على البارد. بتيجي تقشط مقشطه ماشيه حضرتك بتشوفها في الصوره، بتاخد الناتج القشط ده يخش مكنه لاعاده التدوير، بتخلطه تاني، مكنه وراها بتدخلها بتومين رغوي، البتومين الرغوي ده بتقلب مع طبقه الاسفلت اللي احنا قشطناها بدل ما نرميها بره الطريق، بناخدها تاني نديها بتومين رغوي ونرجع تاني نصفها بالفينشر اللي ماشي وراها الاخضر ده، ثم بعد كده تستوى به الجريدرات والهراسات، يعدي على يومين تنشف تتسلط بالكامل تبقى زي الحجر، نرجع نديها على طول بالفناشر وطبقه الاسفلت السطحيه العاديه اللي احنا بنعملها على كل طول. يفرق الطرق. ايه عن اللي كنا بنستخدمه قبل كده ويخلص طريق في قد ايه؟ يعني الوقت. بالظبط. سؤال جميل جدا. تفرق في التكلفه الماليه من 25 ل 30% توفير في التكلفه الماليه. تفرق في الوقت لا يقل عن برضه تقريبا من 25 ل 30% في الوقت. الاهم من دول العامل الثالث بقى المهم، يعني نقول له اربعه، العامل الثالث ان هي بتاخد عدد افراد قليله جدا. معدات المعده دي كلها مشغله ثلاث افراد، واحد على المعده الرئيسيه، واحد على معده التقليب او اعاده التدوير او اعاده الخلط بتاعه الطبقه، وواحد على الهراس اللي وراه، ثلاث افراد فقط لا غير. الحاجه الاهم جدا اللي لازم الناس تاخد بالها يعني ببالهم منها، وهي الحفاظ على البيئه. احنا لما كنا بناخد الاسفلت اللي بنقشطه او نشيله حتى بالبلدوزر ونرميه على الارض خارج الطريق، ده كان بيلوث البيئة. صح. في ملوثات للبيئة. وزارة البيئة مهتمية جدا 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 بهذا الموضوع. العالم كله مش في مصر بس مهتم جدا، ده احنا يمكن بدأنا متأخر عن العالم كمان. مفيش حد بيقدر في مثلا في أمريكا أو في ألمانيا يرمي متر أسفلت واحد مقشوط على جنب الطريق. لازم يا إما في مدافع صحية عمومية، يا إما بيرجع كله دلوقتي بيرجع تاني يعمل له ريسايكلينج ويرجع تاني يستخدمه مرة تانية علشان ما يرمهوش على أجنب الطريق ويلوث البيئة. طيب ده العائد. سياده الوزير، خلينا لانه موضوع الطرق الداخليه ده مهم بالنسبه لنا كلنا، لانه في الطريق ما بين اسيوط سوهاج طريق فيه تقريبا 200 مطب، يعني في ال 50 كيلو دول بتاع 200 مطب. هل هذه الطرق حضرتك هتشوفها ولا لا؟ المطب ده بس حضرتك وضح الكلام عشان الساده المستهلكين الاهالي اللي عاملينه. ايوه وضح يا استاذ احمد، ما انا عايز اقول لحضرتك وضح. كل بيت عامل مطب قدام بيته. بما يسمى بمطبات صناعيه. على طريق سريع. انا وقفت كلمت ناس النهارده، مش عايز اقول لحضرتك، واحد يقول لي ايه؟ اصل كان حصل هنا حادثه من 10 سنين. والتاني يقول لي اصل ده، ولا مؤاخذه بقى يقول لي ايه؟ اصل كانت المطيه بتاعتك كانت معديه قدام البيت والعربيه خبطتها. طب انت ولا مؤاخذه حيوان من عند حضرتك عدى قدام الطريق غلط حصل له حادثه، تقوم انت بقى تسبب في حوادث لكل اللي هيعدي على الطريق بعد كده؟ المطبات الصناعيه دي يا استاذ احمد بصرف النظر ان هي بتؤثر عن سلامه على سلامه الطريق. لان العربيات لو حضرتك لاحظت هتلاقي في اماكن المطبات الصناعيه هتلاقي قبلها وبعدها ما يسمى بالراتنج او التخدد، لان العربيه بتيجي هنا وتهدي بتضرب فرامل بتقف شويه بتمشي في مسار ثابت يحصل تخدد للطريق. اذا هو حصل ادى الى تشوه في سطح الطريق، ده واحد. اثنين، العربيات اللي بتضرب فرامل كل شويه وتخش على المطب وتطلع وترجع تاني، اولا بتستهلك الكاوتش، بتستهلك الفرامل، بتستهلك وقود زياده، بتاخر الوقت. طب ما احنا نقدر نعمل بسهوله جدا، ودي ان شاء الله باذن الله هنعملها، وكنا عاملينها في طريق طرق كتير من الوجه البحر عشان كانت يعني فيها كثافه سكانيه عاليه شويه.
نقدر نعمل حواجز نيوجيرسي تمنع خروج الناس مباشره على الطريق لحد ما نعمل الزواج. طبعا ان انا بتكلم الطريق حضرتك بتتكلم عليه ده بالتحديد طريق فرضاني، الطريق صح الزراعي شرق النيل ده طريق فرضاني بينتهي الطريق الصحراوي اللي هو طريق الجيش الحر عند اسيوط، ثم ترجع تخش على الـ 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 يعني النيل وتمشي بقى تاخد بقى الحته بتاعت اسيوط والبداري لحد ما توصل لحد سوهاج. نعم الحته دي زي ما حضرتك بتقول احنا انا كنت بمشي عد 140 مطب صناعي يا استاذ احمد 140 مطب صناعي. فالكلام ده طبعا اهالينا هناك بيتفهموا الموضوع ده، في ناس بتشيل المطبات احنا طلبنا منهم كده، واحنا ان شاء الله باذن الله لما نعمل الزواج لهذا الطريق او نرفع كفاءته ونجدده هنعمل ان شاء الله نيوجيرسي على الجانب الشرقي للطريق اللي هو المعاكس للسرعه يعني ان شاء الله اللي هو هيبقى في اتجاه المباني، ونحد برضه من الخروج او الخروج المفاجئ للاهالي والحيوانات اللي معاهم على الطريق وما يحصلش حوادث ان شاء الله، ويبقى امننا الاهالي وحيواناتهم ثم وامننا برضه اللي بيتحرك على الطريق. سيادتك اتكلمت من شويه عن الطرق داخل القرى او الطرق عمليات الرصف اللي هتتم في القرى والطرق الرئيسيه. انا كان معايا النهارده اثنين محافظين وبكره ان شاء الله معايا محافظ ثالث. النهارده كان معايا اللي هو اشرف الداوودي محافظ هنا والسيد محافظ الاقصر، مريت معاهم انا ورئيس هيئه الطرق والمجموعه اللي معايا على الطرق المحليه اللي موجوده عندهم. احنا اعتمدنا سياده الرئيس اعتمد خطه طموحه جدا لرصف كل الطرق الداخليه اللي بتهم المواطن فعلا اللي داخل القرى وما بين القريه والمركز. يعني هيئه الطرق عندنا خطه للطرق الرئيسيه اللي هي بين المركز والمحافظه او بين المحافظه والمحافظه. الطرق بقى اللي ما بين داخل القرى وداخل المراكز وما بين القريه والمركز تم اعتماد دراسه اتعملت لهم ب 36.7 من 10 مليار جنيه مصري. خدناها على مراحل. كام؟ لا معلش الرقم كام يا فندم؟ 36.7 من 10 مليار جنيه مصري. للطرق الداخليه؟ الطرق الداخليه داخل القرى وداخل المدن وبين القرى والمدن. خدنا منهم لحد دلوقتي اول الاسبقيه العاجله كانت 2 مليار جنيه في نهايه العام المالي السابق. ايوه. وحطيناهم في 12 محافظه، ده مش احتياجات ال 12 محافظه ولكن جزء في ال 12 محافظه. ال 12 محافظه اللي هم كانوا اكثر تضررا او الطرق فيهم ليست جيده بالمره. نعم. دخلنا فيهم دلوقتي بننشر على 5.3 مليار جنيه دفعه ثانيه عشان يصل الى 7.3 مليار. انا من بالظبط من نص ساعه وانا بتحرك على الطريق ما بين هنا والاقصر بكلم معالي وزير التنميه المحليه زميلي اللي هو محمود شعراوي. نعم. والنهارده الصبح مكلم الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه علشان اعتماد المبالغ الماليه لهيئه الطرق عشان احنا دخلنا في المرحله الثانيه خلاص. اتفقنا مع المحافظين، شفت النهارده مع محافظ انيا ومحافظ الاقصر، بكره ان شاء الله مع محافظ اسوان. مش هنسيب الطرق المحليه داخل المحافظات الا لما ان شاء الله نخلصها وبواسطه الهيئه العامه للطرق والكباري وباشراف ثلاث جهات، الهيئه العامه للطرق والكباري ومديريه الطرق اللي في المحافظه، يعني اذا وزاره النقل ممثله. أيوة. المحافظه والتنميه المحليه ممثله والجامعه المحليه اللي موجوده في كل محافظه